اولا تنشكروك وتنشكروا المنبر ديالكم الايام 24 اللي واكبنا منذ بدايه الجائحه. بالنسبه للمساله ديال فرض جواز التلقيح، حنا كما تتعرفوا وكما تعرف الجميع ان حنا استأنفنا العمل واحد 20 يوم دابا من بعد واحد قرابه عامين ديال الاغلاق. اللي كنا ديما ملتزمين بالقرارات ديال الحكومه مادام تتصب في صالح المواطن وفي الصحه ديال المواطنين المغاربه. اليوم بالنسبه لفرض جواز التلقيح، حنا ماشي ضد القرار الحكومي، ولكن الطريقه كيفاش غادي ننزلوا هذا القرار ولا غادي نطبقوه على ارض الواقع صعيب شويه. كما تتعرفوا ان جواز التلقيح ما تيحملش الصوره ديال الشخص اللي حامل ليه. ثانيا، الناس اللي تيكونوا مكلفين في الحمامات اغلبيتهم تيكونوا ناس اميين، وما يمكنش هذه العمليه تضبط عندنا في الحمام، خاصه وتتعرفوا ما عندنا الصفه الضبطيه، لان الانسان ما يمكنش تقول يعطيني اوراق ديال الهويه ديالو تشوفها لان ما عندك الصفه الضبطيه. ولا السر انه يمنع مواطن من وجود الحمام من مجرد انه ما عندوش جواز التلقيح. تماما. وحتى بالنسبه لو بغيتي تتاكد من الجواز ديال التلقيح بانه راه ديال هذاك السيد ولا هذاك الزبون اللي غادي يدخل الحمام، ما يمكنش تعرف الا ما كانتش البطاقه الوطنيه، راه ما يمكنش تعرف لانه ما تيحملش الصوره ديال الشخص. وانتي تتعرفي هذه المسائل تقدر تجبد دير حساسيه ودير احراج بالنسبه لمول الحمام مع الزبناء ديالو، خاصه في الاحياء الشعبيه. مشدات كلاميه وملسانات، وقدر تكون حتى مشاجرات، لان اللي تتعرفي المحلات اللي تيكونوا في الاحياء الشعبيه شويه الناس صعب شي شويه. احنا بالنسبه لنا كاتحاد جهوي تنقولوا كاننا ماشي ضد القرار مادام هو في صالح عامه الناس، وكي تشوفوا الحكومه انه في صالح عامه الناس، ولكن خصنا تكون واحد شويه ديال المرونه وتكون واحد شويه ديال الوقت ويمشي داك الشيء تدريجي، لانه لا يعقل انك غتجيب واحد القرار اليوم وغادي تطبقه اليوم، سيرتو اذا كانت هاد الصعوبات بحال هكا. حنا تنكرر حنا ماشي ضد القرار، وحنا ملتزمين بالقرار في انتظار الحكومه تاخذ حتى هي القرارات اللازمه في ظل هذه الوضعيه المتأزمه لموالي الحمامات اللي عامين ديال الاغلاق وعندهم تراكمات كبيره، تراكمات وقروض وديون وذاك الشيء كثير. الوغ حنا تنقولوا مادام حنا غنبقاو ديما ملتزمين بالقرارات ديال الحكومه وفي ظل انتظارات الحكومه هي باش تلقى حلول من اجل ضمان استمراريه هذا القطاع وحفظ الكرامه ديال المنتسبين ديالو سواء كانوا اربابا او عاملين. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.